السيد عبد الله وي مزداد سنة 1936 في بني عبد الله بنواحي الحسيمة. تعرض للاعتقال التعسفي ثلاث مرات، سنة 56، سنة 57، سنة 58، وهو آنذاك طالب بالمعهد الديني بالحسيمة وعضو بحزب الشورى والاستقلال. اعتقل سنة 56 بسبب علاقته بالسيد حدو أقشيش الذي استمعنا إلى شهادة أخيه في الحصة الأولى. وسنة 57 لمدة سنة، وبعد الإفراج عام سنة 58 بقليل اعتقل في إطار أحداث الريف.